قال إنما زند الذي المعروف هو زند ابن الجون، وهو من يكنى بأبي دلامة الشاعر المتوفى عام 160 للهجرة، من شعراء الدولة العباسية، وهو صاحب الخلفاء الثلاثة من العباسيين، الخلفاء الأوائل، وتربطه علاقة بالخليفة المهدي، وكان سميرا له، يعني يطرب ويتفكه لسماع بعض طرائفه وقفشاته وتعليقاته، لأن أبا دلام الشاعر كان مرحا وكان عنده شيء من الشعر يقوله على البديهة فيثير الضحك ويسري على نفوس الناس.